أما هلا رح ننتقل لفلسطين ولينا عودة. من صباحك بالخير لينا. يسعد صباحك دانا، يسعد صباحك دانا، ويسعد صباح جميع المتابعين والمشاهدين لدنيا يا دنيا، وتحديدا مشوار فلسطين في فقرة اليوم. ومشوار اليوم بنحكي عن مشروع لبنات التعلم، وهو لربما غير مسبوق وتحديدا في فلسطين. إذا مشروع استهدف المنهاج الفلسطيني، والذي يعتبر البذرة الأولى في حياة الطالب، ومنه يستقي علمه وحتى عاداته. إذا تطوير مهارات المعلم والطالب هو هدف المشروع. لحتى نعرف أكثر عن هالمشروع، معنا في الأستوديو الدكتور أسامة ميمي، مدير وحدة الإبداع في التعلم في جامعة بيرزيت. أهلا وسهلا بحضرتك معنا، ويسعد صباحك. صباح الخير. أول شيء بنقول يعطيكم العافية على هيك مشروع، وبنحكي إنه فكرة المشروع بدأت قبل 10 سنوات، إلا أن تطبيقها بدأ فقط من قبل 2 عامين، وتحديدا بالمدارس الحكومية. سبب البدء بالمدارس الحكومية وفي هذه الآونة بنعرف من حضرتك. هي كل فكرة المشروع، كل فكرة البرنامج، إنه إحنا منذ سنوات طويلة يعني في جامعة بيرزيت كنا مندور على نموذج نقوم من خلاله بتحسين جودة التعليم والتعلم في المدارس الفلسطينية. وكانت الفكرة إنه كيف نوصل لجودة عالية لكل المدارس الفلسطينية، لأنه لو كان عندنا مدرسة واحدة كان سهل بتجيب أحسن معلمين، أحسن مدير، أحسن كذا، فبتطلع لنا جودة عالية. بس كيف نخلق نموذج نقدر نوصل فيه لكل المدارس الفلسطينية وين ما كان؟ وعشان هيك وصلنا لفكرة إنه نعمل مشروع برنامج اسمه لبنات التعلم للوصول إلى كل المدارس. هذا المشروع فعليا هو من أجل تحسين جودة التعليم والتعلم، لأنه الفكرة الأساسية بلشت من إنه إحنا دائما بنشوف مشهد بيزعجنا كلنا بشهر 5 بآخر السنة، بنهاية السنة الأكاديمية كل الأطفال بمزقوا الكتب بمزعوها وبرموها بالشوارع وبحرقوها. هذا منظر كتير بيزعجنا كلنا، إنه طب شو السبب؟ فبتسأل الطلاب شو السبب، بقول لك ربما يكون المعلم، ربما يكون المنهاج، ربما طريقة تعليم الكتب، ربما في كتير أسباب. فهذا بيستدعي إنه دائما نوجد طرق مختلفة. ممكن يكون في تدخل في هاي العملية، ومعرفة المشكلة وإدراكها ممكن يكون نصف الحل. نحكي عن كيف تتعاملوا مع المعلم، وكيف بتهيئوه بتحضروه، وشو بيختلف المعلم يلي موجود بمشروع اللبنات عن غيره. كل فكرة اللبنات هي هو هناك في دروس بالكتب المقررة في فلسطين في أي منهاج. نحن نقوم فعليا بإعادة تطوير الدرس من خلال خبراء، ونقوم بإعطائه للمعلم أو المعلمة، بس هذا الدرس مكتوب بطريقة مختلفة. نقوم بتطويرها لدروس ضمن مواصفات معينة، مثلا نربط الدرس بالحياة من أجل إنه الطلاب يعرفوا تماماً ليش بتعلموا الأشياء اللي موجودة في المدرسة. مثلاً بنحاول إنه ننمي قدراتهم الذهنية، بنعمل تطبيقات عملية، بننمي المهارات الحياتية بشكل ممكن عام. ممكن يكسر حاجز الملل برضه. بالضبط. في متعة بالأشياء. وكل الفكرة إنه نخلي الطلاب هم اللي بينتجوا المعرفة، مش بيستهلكوها. يعني مش إنه هناك المعلم هو مصدر المعرفة وعم بيعطيها لطلابه، إنه هون الطلاب بنحطوا بسياقات تعلمية هم بينتجوا الأشياء. ففعلياً إحنا نقوم بتطوير هذه الدروس، ومن ثم نقوم بتدريب المعلمين على كيفية استخدامها في الغرف الصفية والسياق المدرسي. فكل الفكرة هي من أجل أن نجعل المعلم والطلاب شركاء في العملية التعليمية. رائع. أنت حضرتك تحدثت عن أنه الطالب بده يصير منتج، يعني حضر لذهني موضوع التلقين. كيف أنتوا بهذا المشروع قدرتوا أنكم تخرجوا من فكرة التلقين بالتعليم، وننقل الطالب من أنه يكون ملقن لمشارك بهاي العملية؟ هو الأساس. على إيش ركزتوا بالضبط؟ هي الأساس أنه إحنا تعودنا وإحنا صغار نتعلم بطريقة التلقين. صحيح. بس هذاك كان في عصر آخر، إحنا هلأ في عصر الاي تي، إحنا محتاجين لناس هم ينتجوا المعرفة، وبالتالي ولا يمكن تأتي يعني أن الطلاب ينتجوا المعرفة إلا إذا بتعودوا عليها من سن صغيرة. صحيح. إحنا نعود الطلاب من سن صغيرة بواسطة لبنات تعلم أنهم ينتجوا الأشياء. ففعلياً أنه إنتاج المعرفة بيحتاجش تلقين، إنتاج المعرفة بيحتاج أنه يتعامل الطلاب والمعلم
كشركاء في العمليه التعليميه حتى ينتجوا الاشياء. ففعليا هو موضوع اسمه يعني هو فعليا ضد التلقين، هو ضد التلقين تماما. الطلاب بينخرطوا بسياقات تعليميه مرتبطه بحياتهم، هي فعليا بتهدم الجدار الفاصل الموجود بين المدرسه والحياه. يعني شو اللي بصير عندنا بالحصه الاخيره؟ بلين الجرس، الطلاب كانهم بينطلقوا للحياه. كل الفكره احنا اللي بنعملها انه المدرسه والحياه هي واحد، ما بصير يتعلموا خلصنا مدرسه الساعه 1 او 2 الظهر ويلا بننطلق للحياه. على الاقل ما يكونوا مصدقين انهم يروحوا، وحتى ما يكون عندهم الهم انهم يرجعوا ثاني يوم. حابة اسمع من حضرتك شويه امثله على الربط ما بين الدروس والحياه الواقعيه. يعني زي ما حضرني وبذكر انه تحدثنا فيما قبل انا وحضرتك عن موضوع انه ربط مثلا دروس الفيزياء مثلا باضراب الاسره عن الطعام، فبحب انه لو تعطينا مثل موضح اكثر عن هذا الموضوع. يعني مثلا انه في لبنه التعلم اسمها معركه الامعاء الخاويه، وهون في درس بتعلموا فيه عن الجهاز الهضمي والاغذيه وكذا، هذا موجود بالدرس بالمنهاج الفلسطيني وحتى في الكتب الدراسيه المختلفه. وطريقتنا هون احنا بنحكي للمعلم انه حتى تبدا بتعليم هذا الدرس بتجيب رساله احد الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، المكتوب فيها فعليا انه هذا الاسير بوجه رساله للشعب الفلسطيني بيطمن فيها الناس عن صحته، انه صار له 70 او 80 يوم مضرب عن الطعام مثلا، وبوصف فيها المعاناه اللي بمر فيها بالسجون وكذا. فبيبدا المعلم الدرس من هون انه بيقراوا الرساله، وبعدين بيسال اسئله لطلابه انه هو فعليا ليش هذا الاسير مضرب عن الطعام؟ طب ليش هو بس بيشرب مي وملح؟ يعني برضه بفسر الحاله فيزيائيا. بالضبط بالضبط. يعني وبعدين بقول لهم طيب لو هو بده يوقف الاضراب عن الطعام الان شو لازم ياكل؟ لازم نتصل في اخصائي تغذيه حتى كذا كذا. ففعليا انه الطلاب بيدخلوا بالسياق لانه بدهم يساعدوا هذا الاسير. يعني قديش احنا بصير في عندنا تنميه للحياه المعلوماتيه والمعرفيه يعني بشتى السياقات، وشوف كيف احنا كمان بنندمج مع المجتمع. بالضبط. انه الفكره انه حتى تعطي معنى للطلاب، معنى تعلمي منيح، لازم يصير في تكامليه للمعرفه. يعني بطل استاذ العلوم هو بيعلم علوم، او استاذ الرياضيات بس بيعلم رياضيات، هو فعليا هو بيعلم الطلاب. ففعليا هو حتى يربط حتى يعطي للاشياء معنى، هو مطلوب من المعلم انه يربط كل المواضيع مع بعض، لانه هي اصلا بالدنيا المعارف اصلا متصله مع بعضها. بالزبط. علوم ورياضيات وفيزياء ولغه عربيه يعني الدنيا هيك احنا عايشين. بالضبط. احنا بدنا نطلع طالب عنده وعي بكامل وبشتى سياقات الحياه، ويكون هيك احنا ممكن نجهز طالب عنده كوميونيكيشن سكيلز، عنده لايف سكيلز، كل هاي المواضيع. بنحكي عن شق اخر من الممكن انه مشروع اللبنات ايضا لديه ماخذ عليه، وتحديدا هو بالمنهاج موضوع الجندر. كيف اللبنات بيعالج موضوع الجندر بالمنهاج الفلسطيني؟ يعني احنا لما نقوم بتطوير لبنات التعلم لتكون لتساند المنهاج الفلسطيني، ناخذ بعين الاعتبار كثير من الموضوعات الرئيسيه، مثل المهارات الحياتيه أكيد. مثل مهارة حل المشكلات، مهارة التفكير الناقد، مهارة التعاطف، المشاركة، كل هدول المهارات هي أساسيات بالنسبة لنا حتى نقول إنه هاي لبنة التعلم نريد أن طلابنا إنهم يتعلموها في الغرف أكيد. الصفية. موضوع الجندر فعليا هو أنت عندما تقدم تعليما جيدا بطريقه عبر المعلم من خلال اللبنات، انت تصل الى الفتيات والشباب بان واحد بطريقه جوده تعليم عاليه. فموضوع الجندر موجود في ابرز يعني ممارساته، بحيث انه ندخله في كل العمليه التعليميه من المنهاج لتعليم المعلمين كيف يتعاملوا مع القضايا الجندريه بطريقه جيده. اكيد رائع. يعني احنا بنتذكر انه كنا نسمع بالصفوف الابتدائيه انه ماما تجلي وابي يقرا الجريده، وهذا من الممكن انه ياسس جيل في نوع من النظره العنصريه للجنس الاخر، وانه غير جيل غير متكافئ حتى مستقبلا بالوظيفه. نحكي ايضا عن موضوع اخر وهو كيفيه تميز الطالب ايضا بالتحصيل الاكاديمي، وانه الطالب يلي ما بتفوق بدراسته هو ليس طالب غبي، وانما لازم احنا ندرك قدراته. بنحكي عن تقبل المعلم لقدرات الطالب حتى الطالب يتقبل قدراته. يعني كل الفكره انه لما يدرك المعلم انه هو او هي المعلمه شريكه او شركاء مع الطلاب في العمليه التعليميه، هذا بتتضمن كل شيء. بتضمن انه يعطيهم تعليم جيد، ويتشارك معهم في البحث عن المعلومه، ويتشارك معهم في انتاجيه المعرفه، ويتشارك معهم ويقدر ظروفه، انه هدول طلاب مختلفين، هدول فعليا مش 30 او 40 طالب،
هم فقط عدد. مش ضروري كلهم يكونوا نردات يعني زي ما بنقولها بحياتنا صرنا اليومية مفهوم الطالب المتفوق الطالب الشاطر، مش ضروري كلهم يكونوا شاطرين. يمكن إحنا لازم نشتغل على الفجوات الموجودة عندهم لحتى هم يتفوقوا في مجال معين، مش ضروري بكل المجالات. هي كل الفكرة إنه كل واحد له قصته، ومطلوب منك النظام التعليمي إنه مش إنه الطالب يأقلم ذاته على البيئة التعليمية، المطلوب إنه إحنا نهيئ البيئة لتضم كل الطلاب. هي الفكرة، هذه دور المعلم ودور المنهاج ودور المدير ودور المرشد في المدرسة ودور المشرف، كلهم يتعاونوا حتى يهيئوا بيئة فاعلة لكل طلبة الصف. مشروع اللبنات استهدف الطلاب من الصف الأول لحد الصف العاشر، ولكن ما استهدف الصف الحادي عشر والتوجيهي، شو السبب؟ يعني للأسف النظام التقييمي الموجود غالبا في معظم الدول العربية يسموه التوجيهي، فعليا انه التوجيهي بالأغلب بيركز بالتوجيهي بيركزوا على المعارف بطريقة مباشرة. احنا لا نستطيع تغيير هذا النظام حاليا كجامعة بيرزيت، وبالتالي قمنا بالعمل من أول لعاشر. هي المدرسة هي تحت سيطرة أو تحت عدم يعني مش موضوع تحت سيطرة التوجيه. هلأ 11 و12 هم محتاجين لخطوات أخرى من وزارة التربية والنظام التربوي المختلفة حتى يغيروا هذا النظام، لأنه إحنا فعليا مشتغل بطريقة مغايرة. طريقة التقييم من 1 إلى 10 مختلفة حتى تنسجم مع طريقة تعليم اللبنات، فلا نستطيع حاليا تغيير النظام الموجود اللي هو نظام التوجيه اللي احنا فعليا عندنا كثير اسئله حوله. اكيد من الممكن يكون في مآخذ كثيره عليه، ويعني بنتامل مستقبلا انه نلاقي نظام او مشروع اللبنات اسقط ايضا على الصف الحادي عشر والتوجيهي، ويمكن غير من نظام التوجيهي ان شاء الله. هذا حلمنا وهذه خطتنا ان شاء الله. بنتمنى ايضا نشوفه بالمدارس الخاصه وليس فقط في المدارس الحكوميه، لانه احنا مجتمع فلسطيني بحاجه لحتى نوصل لجميع مؤسساتنا التعليميه. فهل عندكم خطه انه يكون ايضا المشروع بالمدارس الخاصه؟ احنا بدينا منذ فتره بالتعاون مع وزاره التربيه لنشر هذا النموذج في معظم المدارس الفلسطينيه. خطتنا هي الوصول الى كل طفل فلسطيني، خطتنا الوصول الى كل الموضوعات وكل الصفوف، وخطتنا كمان الوصول الى الوطن العربي. يعني لانه كلياتنا بنشارك نفس الهم، انه كلياتنا بالنسبه لنا التعليم والتعلم هي من اولويات تطور اي بلد. احنا بالنسبه لنا كمان انه احنا بنعيش تقريبا بنفس السياق، وبالتالي هناك تشابه بالأنظمة التربوية، وهنا كلياتنا عندنا نفس مشكلة جودة التعليم والتعلم. وبالتالي أنا بحلم إنه نشر هذا النموذج مش بس لفلسطين، يعني إحنا بحاجة لا شك إنه إحنا بحاجة لنقلة نوعية على صعيد نظام التعليم ليس فقط في فلسطين وإنما في سائر الدول العربية. بشكرك جزيل الشكر دكتور أسامة ميمي مدير وحدة الإبداع في التعلم في جامعة بيرزيت، يسعد صباحك وشكرا لوجودك معنا. بنتمنى لكم كل التوفيق في المشروع. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، لهون بيكون مشوارنا من فلسطين خلص، ومنرجع لزملائنا في الأردن لحتى نكمل باقي فقرات دنيا يا دنيا. يسعد صباحكم.